هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا انه الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد القرشي الاسدي ابو عبد الله وامه صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العشره المبشرين بالجنه نشا الزبير يتيما فربته امه على الشجاعه وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول انك لتضربينه ضرب مبغضه فتقول من قال اني ابغضه فقد كذب وانما اضربه لكي يلب ويهزم الجيش وياتي بالسلب اسلم وهو ابن ست عشره سنه وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول ارجع الى الكفر فيقول الزبير لا اكفر ابدا ويعد زبير من ابرز فرسان الصحابه فقد خرج في غزوه حمراء الاسد بعد غزوه احد فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم وفي يوم الخندق كان يذهب الى بني قريظه ياتي بخبرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي قال الزبير ما مني عضو الا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير وهو بطل يوم اليرموك هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم فضربوه ضربتين على كتفه بينهما اي بين الضربتين ضربه ضربها يوم بدر قال عروه كنت ادخل اصابعي في تلك الضربات العب وانا صغير وكان صادق التوكل على الله اوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال ان عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي قال عبد الله يا ابت من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في قربه من دينه الا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه وفي يوم موقعه الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه، وذلك في العاشر من جماد الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة، وله ست أو سبع وستون سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.